القاضي محمد السيد سيدي المكنى أبو علي، وعمر عبد الخالق عبد الكريم محمود المكنى أبو علي، محمد فتحي عبد العزيز عبد المجيد الشافعي، عزيز عزت عبد الرازق موسى المكنى أبو شعيب، السيد أحمد السيد الحبيب، الناصر عبد الفتاح محمد براهيم المكنى أبو هلال، وأحمد جمال فرد الرضوان وشهرته بلادي وأبو عطله، أحمد محمود عبد الرحيم محمد، وعمار ممدوح عبد العظيم أبو زيد، وبلال إبراهيم صبحي فرحات المكنى توفيق، والطرق المعتبرة قانونا ومن تظهر في الأوراق شبهة الفضل الحد عنه ومن ثم كان جزاؤهم بالإعدام حد الحرارة لما نسب إليهم جزاء النظام. هذا هو الرأي المفتي للجمهورية. ولقد ثبت للمحكمة أن ارتكاب المتهمين لما أسند إليه من اتهامات على زعم من القول لم يعمل بفضل الشرع وأن الديمقراطية ليست من الإسلام لأنها تنازع الله في ملحه لقيامها على أساس أن الحكم للشعب وأن نظام الحكم في مصر يقوم على الديمقراطية ومن ثم فهو ينازع الله في ملحه. وانطلاقا من هذا الفكر التكفير قام بتكفير المسلمين وإباحة حقهم واستبدال القوة والعنف والتمييز ضد المواطنين وتخريب المنشآت العامة وقتل رجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين واستهداف كل عباداتهم ومنشآتهم تحت مسمى الجهاد لله عز وجل. هذا هو الخطور الآتي الذي اعتنقوه ونسبوه إلى الإسلام من اجتهادهم وتهميهم دائم حدود الدين. والله وصادق العقيدة يعلمون أن الإسلام من ذلك كله براء. 183 و86 و86 و81 و82 و83 و84 و83 و84 و85 و86 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و95 و98 و100 و101 من قانون العقوبات. المواد 1 1 2 6 25 و4 1 26 1 2 3 4 و6 و30 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل للقوانين أرقام 26 لسنة 78 و165 لسنة 81 97 لسنة 92 والمنشور القانون رقم 6 لسنة 2012 والبنود أرقام 2 و5 و7 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 الملحقين بالقانون الأول والبند ألف من القسم الأول والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المستدل بقرار وزير الداخلية رقم 13-354 لسنة 1995 والملحق بالقانون الأول والبنود أرقام 9 و69 و77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المرفعات والمواد 48 و77 فقرة 1 من 2 و3 و4 من القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 17 و30 و32 فقرة 2 من قانون العقوبات. عقدت المحكمة حضورية بالأول ومن الثالث حتى السابع من 11 ومن 13 حتى 19 ومن 21 حتى 36 و32 و39
ومن الثاني والأربعين حتى الخامس والأربعين والسابع والأربعين ومن التاسع والأربعين حتى الرابع والخمسين ومن التاسع والخمسين حتى الرابع والستين ومن السادس والستين حتى الثامن والستين وغيابان الباقين. أولا إجماع آراء أعضاء المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين فوزي محمد السيد في الدين المكنى أبو عمر عبد الثالث محمود المكنى أبو أبي محمد فتحي عبد العزيز عبد المجيد الشافعي عزيز هيثم عبد الناصر موسى المكنى أبو صهيب سيد أحمد السيد الحريم ناصر عبد الفتاح محمد فلاديس المكنى أبو جلال أحمد جلال فرقة رضوان وشهرات هاني وأبو عبد الله أحمد محمود عبد الحين محمد عمار ممدوح عبد العظيم أبو زيد بلال إبراهيم صبحي فرحات المكنى توفيق بالإعدام شنطة وذلك عما أسقط للمتهم فوزي محمد السيد في الدين والمكنى أبو مريم بالبنود ثالثا ورابعا وحادي عشر وثاني عشر من أمر الإحالة وعما أسقط للمتهم عمر عبد الخالق عبد الجليل محمود السعدني واحد واثنين واربعة وسابعا وثامنا ثلاثة واربعة وستة من أمر الإحالة وعما أسقط للمتهم ناصر عبد الفتاح محمد الثلاثين بالبنود خامسا وسادسا واحد واثنين واربعة وسابعا من أمر الإحالة وعما أسقط للمتهم أحمد جلال فرد الحوار المكنى هاني وأبو عبد الله بالبنود خامسا وسادسا واحد واربعة وسابعا من أمر الإحالة وعما أسقط للمتهم أحمد محمود عبد الرحيم محمد بالبنود خامسا وسادسا واحد واربعة وسابعا وتاسعا اثنين وثلاثة واربعة من أمر الإحالة وعما أسقط للمتهم عمار ممدوح عبد العظيم أبو الغيب بالبنود خامسا وسادسا واحد واربعة وسابعا والرابع عشر من أمر الإحالة وعما أسقط للمتهم المتهمين عبد الرحمن علي علي الصبر عبد الرحمن زوان أبيض سامح عثمان محمد بعض وشهرته سامح العربان سلامة جمعة سليم سلام وشهرته أبو سيد الغريان أحمد محمد عبد الناصر عبد العظيم عبد العليم كرم أحمد عبد الرحمن عبد الحليم طالب المكنى خالد سيد شريف عوض عبد النصر إبراهيم محمد عصام الدين إبراهيم خضر عمر حمدي محمود علي عمر زكريا محمد علي السعدان محمد سعد عبد التواري سليمان وكنيته أبو بلال رضا محمد علي عبد الله أحمد عادل السيد يوسف مقبول عبد الله رضا محمد علي عبد الله أحمد حسن علي عبد الرحمن وليد أحمد علي أحمد المكنى أبو عبيد هشام صبحي عبد الهادي السيد عوض والمكنى أبو بغداد عاصم زكي حسن زكي محمد إبراهيم جمعة قدر وائل كمال حداد أبو النصر السجن مؤدب وذلك عما أسقط للمتهم علم كل منهم أن فعلا ليس من خلافهم ومنهم من أضال وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإقرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومنهم من تولى قيادة الجماعة ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها.
ومنهم من حاز واحرز وصنع مرفعات واجهزه والات وادوات تستخدم في صناعتها وتخدمها وقصد استعمالها في نشاط ممتد للامن والنظام العام والمساس في الوحده الوطنيه والسلامه الاجتماعيه. ومنهم من امد الجماعه بالمعلومات الماديه والماليه لان امدوها باسلحه وذخائر ومعلومات ما علميهم بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك للقيام بعمليات ارهابيه عدائيه ضد افراد الجيش والشرطه والقضاء والنيابه. والمنشات العامه ورصد الشخصيات العامه واستهدافها لقصد زعزعه الامن في البلاد واحداث حاله من الفوضى ومن ثم قد توافرت في حقهم